انا هستاذنك استاذه اميره، هنقف هنا عند المرحله بتاعه محمد فوزي ومديحه يسري قبل ما نروح للمرحله الثانيه، وهاخدك معايا برضو عشان نتكلم برضو عن الفنانين والقوى الناعمه، لكن معايا مداخله كمان مهمه. المداخله المهمه للكاتب، يعني الكاتب والصحفي ايضا والمهتم ايضا بالقوى الناعمه والسير لاصحابها، الكاتب ايمن الحكيم. وأيمن الحقيقة مش أول مرة يقدم تجارب أو كتب، ولكن بيقدم مؤلف كتاب اسمه الحرفوش، والكتاب عن أيام عادل إمام. فتخيل برضو يعني هياخدنا العالم شكله إيه وهنعيش إزاي. خليني أمسي عليه الزميل العزيز والكاتب أيمن الحكيم. مساء الخير يا أيمن. أهلا مساء النور، إزيك؟ شكل إزيك أنت شكل يعني وأنا وضيفتك العزيزة يعني. أكيد أنا سعيدة جدا بنشاطك الدائم، ودايما ألمك بياخدنا إلى كتب أحلى من بعضها. أيام عادل إمام هتقول فيها إيه؟ الكتاب بيحكي عن إيه؟ هو بيحكي عن مصر الحقيقة، عن سيرة زمن. زمن كان من ضمن أبطاله الأستاذ عادل إمام، وعادل إمام الحقيقة حاجة يعني تجربة مصرية عظيمة جدا. أنا بسميه رجل الأرقام القياسية. صحيح. بمعنى إحنا السنة دي بنحتفل بـ60 سنة فن عادل إمام. رحلة عادل إمام بدأت سنة 63 في مسرحية أنا وهو وهي. مظبوط. مع الفنان الكبير فاضل المهندس، الدور اللي كلنا فاكرينه الأستاذ سوي. دور بسيط قوي يعني. ده طبعا دلوقتي من 63 للسنه دي في 60 سنه، دي انا اشك ان في فنان مصري او عربي او عالمي صحيح امتدت رحلته مستمره ومنتظمه بهذه الألق والنجوميه زي الاستاذ عادل امام الحقيقه. صحيح. الاستاذ عادل يعني بدايته مع نجوميه السينما كان فيلم رجب فوق صفيح ساخن، اللي بالمناسبه كان زي الايام دي 18 يناير 79. تمام. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في 44 سنة على قمة السينما المصرية. صحيح. فأنا دي أرقام الحقيقة، يعني أنت ما تقوليها لحد في العالم. صح. مين اللي يقعد نجم الشباك 44 سنة لرحلته مع الفن تمتدت إلى 60 سنة مستمرة ومنتظمة وبهذا القلق. ورحلة متنوعة، أنت بتتكلم على سينما. صحيح. مسرح تلفزيون، رحلة متنوعة جدا يعني. وبعدين رحلة فيها احنا شفنا فيها السلم، يعني اعتقد انه كل من عاصر هذه الرحلة شاف الفنان الكبير عادل امام وهو يصعد السلم. الاستاذ عادل الفنان او نجم، انا بسميه النجم العصامي. الاستاذ عادل بدأ من الصفر تقريبا، صنع نفسه وما قررش حد وعمل لنفسه نموذج. على فكرة عادل امام كان عبارة عن حالة جديدة في تاريخ السينما، الشخصية البطل. لو شفت الابطال السينما قبليه هتلاقي طول بعرض بجمال بوسامه طبعا عادل استاذ عادل كان بيقدم النموذج البطل المصري الشعبي اللي انت ممكن تشوفيه على القهوه في الشارع في اي حته في مصر، اللي هو ملامح الشخص المصري البسيط العادي اللي ممكن تشوفيه. بس هو طلع منه الحقيقه يعني طلع سينما مصريه حقيقيه، افلام مصريه حقيقيه، عبر عن مصر الحقيقه. الاستاذ عادل تاريخ مهم جدا. انا الحقيقه أكيد. يعني لو قعدت اتكلم ممكن اقعد اتكلم عنه 3 ايام، فهو ما اكيد احنا هنحتاج نتكلم معاك بتفاصيل اكتر ان شاء الله عن الكتاب. بس قول لي يعني اهم ابواب الكتاب. والله هو عباره عن سيره الاستاذ عادل فيها حكايات انسانيه وفنيه بتحكي عن هذه الرحله، وفيها انت مثلا كنت بتتكلمي عن ابو وديع الاستاذ جورج طوف ربنا يعينه ويصبره. طبعا دي أزمة الحقيقة. شوف ابنه مات، أستاذ عادل كان في بيروت بالمناسبة، يعني أحكي لك قصة سريعة. كان بيعرض مسرحية هناك، قبل العرض بساعتين جاله خبر إن والده توفى، وهو كان مرتبط بيه جدا وكان يعني الحقيقة متأثر جدا. بس هو عنده عرض بعد ساعتين على المسرح، فقالوا له المنتج وال يعني يعني صاحب يعني اللي هو شاري العرض، قال له احنا ممكن ناجل لبكره. قال له طب الجمهور ده ذنبه ايه الموجوده؟ يعني الناس الجايه جايه تتبسط وجايه لعادل امام، فانا دي اكن عليهم، دي حزني انا الشخصي. وعمل عرض الحقيقه ليلتها طلع كل الناس كانت بتصرخ من الضحك في الصاله، وهو الوحيد اللي كان بيبكي من جواه. بعد انتهاء العرض الحقيقه وقف، وبعد ما الجمهور تقفله
فقال لهم النهارده انا فقدت ابي وسندي والراجل اللي انا احمل اسمه، وقعد يحكي عن والده طبعا. فالجمهور اللبناني قعد يتقف له 10 دقائق متصله. ما هو ده الزعيم، هو ده الزعيم، ده احترام للفن واحترام للناس واحترام للجمهور. طبعا الحقيقه انا متاكده انه كتاب مليء بالاشياء والمواقف الانسانيه، واكيد يعني مره تكون بقى موجود معانا وناخد وندي اكتر في الكتاب ان شاء الله. انا بشكرك جدا واتمنى لك التوفيق. الكتاب هيكون موجود في معرض الكتاب انا عارفه، وكل التوفيق ليك. الكاتب ايضا ايمن الحكيم مؤلف كتاب الحرفوش ايام عادل امام.